يعني هنالك سياسة ممنهجة بدأت نعم. بها حكومة هشام المشيشي وحلفائها من حركة النهضة وائتلاف الكرامة من أجل يعني محاولة قمع أصوات الصحافة الحرة. ألو، نعم، تفضل أكمل أستاذ باسل. من أجل قمع يعني أصوات الصحافة الحرة في تونس ومن أجل التضييق على الحريات الإعلامية. باعتقادي هذه السياسة الممنهجة، تعلم جيدا الحكومة أنها الخاسر الأكبر، لأنه لا يستطيع أحد أن يقمع حرية الإعلام أو أن يكمم أفواه الصحفيين مهما كانت يعني الاعتداءات أو العمليات التي سيقوم بها. اليوم نقابة الصحفيين في تونس قامت بإلغاء اتفاقية وقعتها مع وزارة الداخلية، وبالتالي ستكون هنالك حملة محلية عربية ودولية من أجل فضح هذه الممارسات. نقابة يعني على سبيل الذكر أن أحد الأطراف السياسية في تونس عندما قام بالتهجم على الإعلاميين والاعتداء عليهم، أصدرت النقابة بيانا دعت فيه يعني الإعلاميين إلى مقاطعتها. ونقابة الصحفيين في تونس ليست نقابة لا قيمة لها، هي من النقابات الكبرى والأساسية والتي تضم عدة آلاف من الصحفيين، وبالتالي قاطعت وسائل الإعلام بشكل كبير هذا الطرف السياسي، وتسبب له أنه اليوم يبحث بأي وسيلة من أجل أن يعود إلى المشهد. الحكومة اليوم لكن اسمح لي أستاذ باسل، المعطيات والعنف الممارس بحق الصحفيين اليوم تدفع بالكثيرين بالخوف من انتكاسة جديدة للصحافة والإعلام والعودة إلى المربع الذي يعرف بأنه مربع الاستبداد الأول. لا يمكن، يعني لا يستطيع أحد كائن من كان أن يعود إلى هذا المربع، لأن الإعلاميين هم من افتكحوا حريتهم ولم يعطهم أحد منها هدية. هذه هي القضية الأساسية. الكل يعلم نضالات الإعلاميين في تونس في زمن الاستبداد كيف كانت وكيف نجحت النقابة في التصدي لمحاولات هرسلة الصحفيين والاعتداء عليهم وتكميم أفواههم، وبالتالي لا يمكن لأحد إلا إذا أرادوا القتل يعني ارتكاب الجرائم، وبالتالي سيدفعون ثمن ذلك. كل من يعتدي وكل من ينتهك حقوق الإنسان وكل من ينتهك الحريات العامة سيحاسب آجلا أم عاجلا، ويعلم جيدا أنه سيكون الخاسر الأكبر. وبالتالي هذه المعركة لا تخف الصحفيين، ولكن الخائف من الإعلام هو الذي يقوم بالاعتداء على الإعلام، إعلام يقوم بدوره، وبالتالي لا يمكن اليوم في تونس لأحد أن يكمم صوت الحقيقة أو أن يعني يمنع الإعلام من القيام بدوره. ما فهمته منك بأن الجهات التي اعتدت على الصحفيين هي ذاتها الجهات التي تمارس العنف السياسي، أليس من المفروض أن يتم محاسبة هؤلاء قبل أن تصل الأمور إلى هذا الحد في كتم يعني الحقيقة وكتم الأفواه؟ للأسف الشديد أننا نعلم أن كلما تتعاظم أزمات الجماعات الإسلامية وكلما يتعمق فشلها، الأزمة في تونس ليست أزمة مشكلة مع الإعلام، الأزمة هي أزمة اقتصادية سياسية اجتماعية خانقة، هي فشل 10 سنوات تسبب في كوارث اقتصادية واجتماعية للشعب التونسي. وبالتالي هؤلاء عندما تتفاقم أزمتهم يحاولون استعمال العنف ويذهبون إليه. هذا الأمر لا يخيفنا. باختصار أستاذ يعني باسل، كيف يمكن للكتل السياسية اليوم الداعية لاستقالة المشيشي بالأخذ بهذه المعطيات لصالحها من أجل الحفاظ على الناشطين الذين يحاولون إبراز الحقيقة؟ يعني اولا هنالك الاف الناشطين في تونس، والاحزاب السياسيه تعرف تماما حقيقه ما يجري، وبالتالي هي هنالك قوى سياسيه تتعامل مع النقابات وتعرف تماما، وهذه هذا الموقف. ما يجري اليوم في تونس يزيد من افقاد السيد هشام المشيشي وحكومته للمصداقيه وللشرعيه، ويضعه في مهب الريح في الفتره القريبه القادمه. لا اعتقد ان حكومه المشيشي ستستمر من هنا الى نهايه شهر رمضان القادم. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات. الباحث والمحلل السياسي الأستاذ باسل الترجمان حدثنا مباشرة من تونس.